صباح الخير، معاكو شريف الصرفي. تخيل ان العالم يقف ضدك لما جيشك يبدأ في تحرير ارضه من حثالة الارهابيين اللي متجمعة فيه، ومجلس الامن وحلف الناتو يجتمعوا ويقرروا منع تسليحك في نفس اللحظة اللي بيتبعت فيها سفن موت محملة بسلاح لحثالة الارهابيين علشان يمنعوك من تحقيق اي انتصار، والامدادات العسكرية تتضاعف للارهابيين من قطر وتركيا. فوق كل ده الاعلام يصور ورك انك ديكتاتور، ويصور حثالة الارهابيين اللي ضدك انهم ملايكة. ده بالظبط اللي بيحصل في ليبيا. مين خليفة حفتر المدعوم من الشيخ محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان والسيسي؟ ازاي في خلال شهور حكم اكتر من 70% من مساحة ليبيا، وسيطر على الهلال النفطي، اغنى منطقة ليبية فيها بترول وغاز، في 40 دقيقة بالرغم ان مساحتها 200 كيلو. تعال احكي لك قصة المشير خليفة حفتر. في 1969 القذافي سيطر على حكم ليبيا من الملك واعلنها جمهورية ليبية. بعد كده القذافي قرر يشغل الجيش في الحروب علشان يبعده عن السياسة، فبعت حفتر علشان يشارك في حرب تشاد، وحقق نجاحات مبهرة جدا وانتصر. لحد ما القذافي خاف ان حفتر يرجع ليبيا شايل راية النصر، فشعبيته تزيد ويسيطر على حكم ليبيا. وسط حرب تشاد القذافي قرر يوقف امداد حفتر بالسلاح، وسابه هو والجنود حرفيا للموت، وتم اسره ودخل السجن، واعلن مع مجموعه ضباط انشقاقهم عن نظام القذافي لانه خانهم في تشاد. فالقذافي نفاهم لامريكا وفضلوا عايشين هناك لحد ما حصلت احداث 17 فبراير اللي انهت نظام القذافي. حفتر رجع ليبيا واسس الجيش الليبي وضم ليه اغلب القبائل الليبية والكائنات المسلحة اللي ساهمت في اسقاط نظام القذافي، ولانه قائد عسكري محنك فتم التوافق عليه واختياره رئيس اركان الجيش الليبي، وتم دعمه من السيسي وامداده بمعدات عسكرية ظهرت في معارك تحرير ليبيا زي المدرعة بانسيرا. وما ننساش طبعا الطائرات المجهولة، ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان دعموه بكل ما اوتوا من قوة ومال، وتم اعلان عملية الكرامة لطرد الارهابيين من ليبيا. لما نحب نشوف شكل الصراع في ليبيا من زاوية كبيرة هنلاقي التالي: خليفة حفتر يقود الجيش الليبي مدعوم من مصر والسعودية والامارات، الارهابي فايز السراج يقود انصار الشريعة وميليشيا 17 فبراير ومجموعات مسلحة من درنة والاخوان وتنظيم القاعدة، ومدعوم من قطر وتركيا واوروبا لانه لما كان مسيطر على الهلال النفطي كان بيبعت لهم البترول والغاز برخص التراب ومقابل تسليح الارهابيين وتوفير الغطاء الاعلامي ليهم والسكوت على جرائمهم. في 16 يونيو 2018 حفتر صحي من النوم وقرر يسيطر على منطقة الهلال النفطي اللي فيها تقريبا 80% من ثروات ليبيا الطبيعية، وفي خلال 40 دقيقة سيطر عليها كلها واثبت للعالم ان شوية الحفاة اللي انتوا بتدعموهم دول ما حصلوش ميليشيا ولا حتى مافيا، بدليل ان ما خسرتش قدامهم ولا معركة بالرغم انهم احيانا كانوا متفوقين في المعدات العسكرية، بس في الاول والاخر ما عندهمش خطط عسكرية لانهم مجموعة مرتزقة وشوية همك في ايدهم سلاح. من بعد اعلان الجيش الليبي السيطرة على الهلال النفطي، حلف الناتو وتركيا وقطر اتجننوا وطلبوا وقف اطلاق النار، وتركيا بعتت اكتر من سفينة محملة بالسلاح لشوية الميليشيا اللي واقفة ضد حفتر، واغلبهم اتمسكوا وعرفوا باسم سفن الموت. واحد يقول لي فين القوانين الدولية اللي بتمنع تركيا تبعت سلاح لميليشيا مسلحة؟ وانا مش قلت لك قبل كده ان القوانين دي ورق تواليت ولا ليها لازمة؟ المهم اتعمل مؤتمر اسمه باليرمو في ايطاليا، خليفة حفتر قال لهم مش رايح، اخبطوا دماغكم في الحيط. وبعدين ده شأن ليبي، ايطاليا مالها، قطر مالها، تركيا مالها، يحضروا ليه؟ وقعدوا يتحايلوا عليه. المهم في اخر لحظة قرر يروح المؤتمر، وفعلا سافر باليرمو على هامش المؤتمر، قعد مع السيسي وخلص معاه. وقبل انعقاد الجلسة السيسي وحفتر سابوا المؤتمر ومشوا، وحفتر ساب رسالة مفادها انتوا جايبين شوية ميليشيا تقعدوهم مع جيش وطني، ووجه كلامه لإيطاليا وفرنسا وحلف الناتو وتركيا وقطر، وقال لهم انتوا كل اللي يهمكم سرقة غاز وبترول ليبيا، وانا مش هسمح بحاجة اسمها جيش جنوبي وجيش شرقي. ليبيا ما فيهاش الا جيش واحد يقوده المشير خليفة حفتر، واللي مش عاجبه ينزل لميدان المعركة. فتركيا وقطر وحلف الناتو
اتجننوا. وطبعا لان اليد العليا في ليبيا لحفتر، فبعد ما مشي تم اعلان فشل المؤتمر، وحاليا الجيش الليبي بيتقدم تجاه طرابلس معقل الارهابيين وحكومه السراج. فما تستغربش لما تلاقي قطر وتركيا مطلعين هاشتاج طرابلس تحترق، وخليفه حفتر بيصحى من النوم يقصف الاطفال، علشان الفيلم ده بالملي اتعمل في سوريا. ولا مؤاخذه، امير قطر طلع بيان بيرفض فيه عمليات الجيش الليبي، اللي هو انت مالك اصلا؟ لا انت دويلتك على حدود ليبيا ولا انت قوه استعماريه، بس هو تميم العاق عودنا كده، لازم يخرب اي بلد بفلوس قطر. اخيرا اول ما الجيش الليبي بدا يتحرك ناحيه طرابلس، 9 وزراء هربوا، 6 منهم لتركيا للوالي العثماني اللي مشغلهم عنده باسم عوده الاحتلال العثماني باسم الخلافه. بس يا سيدي، هي دي حكايه المشير خليفه حفتر. ادعم الفيديو بشير ولايك وكومنت برايك. اشوفكم على خير.